وعملا بقول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ها نحن الآن نعد العدة من أجل التقدم نحو الحوبان ومن أجل تطهير مدينتنا الحالمة. هنا قوة قادمة من عدن لتطهير تعز، ونحن في المحافظة نستعد إن شاء الله من أجل تطهير الأزلام والحوافيش بإذن الله قريبا وبعون الله. استجابة لنداء القائد الرمز الشيخ حمو سعيد المخلافي وقيادة المقاومة الشعبية في تعز، لبينا هذا النداء واستعدنا بكل ما نمتلك من قوة هنا في داخل المدينة، ومع تزامنا مع قدوم القوة الآتية مع قائد المقاومة الشعبية في الآتية من التربة عن طريق الضباب، والقوة القادمة من منطقة الشريقة بقيادة العميد الركن صادق علي سرحان. أبناء تعز بمختلف أطيافهم هم يعيشون حالة نفير عام منذ 10 أشهر، هم يعيشون حالة استنفار قصوى رفضا لهذه الميليشيات الدخيلة. معنويات أبناء تعز مرتفعة، ويعني جهوزيتهم على أتمها لمقابلة هذه المخاطر والتحديات. تعز تعلم بأنها تقابه مخلفات الماضي بكل سلبياته، ومخلفات الماضي اجتمعت بكل أشكالها وقبحها ووقاحتها لتنفجر انقلابا أسود في 21 من أيلول عام 2014، وهي اليوم تريد أن تبسط نفوذها على تعز العلم والثقافة والحرية والسلم والمدنية. إلا أن تعز تعيش حالة استنفار وحالة جهوزية لمنع هذا المشروع من أن يستفحل وهذا المرض من أن ينتشر. مرحلة النفير العام التي أعلن عنها قائد المقاومة الشعبية بالمحافظة هي عبارة عن مرحلة تهيئة وإعداد لمرحلة الحشد بعد الاتفاق على تحرير محافظة تعز ومدينة تعز على وجه الخصوص وكسر الحصار من خلال اللقاءات المتكررة مع فخامة رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي وقيادة التحالف في محافظة عدن. هي عبارة عن حشد وتجميع للجهود المختلفة. مرحلة النفير تختلف عن ساعة الصيف، ساعة الصيف ستحدد لاحقا، لكن يسبق ساعة الصيف نفير عام وحشد وتجميع وتهيئة لكافة الجهود والإمكانات المطلوبة لمرحلة التحرير القادم بإذن الله.